لاعبو الفئات العمرية هم النواة الأولى لبناء قاعدة رياضية قادرة على العطاء، إذ لا يمكن بناء منتخب قوي دون الاهتمام بهذه المواهب التي تحتاج إلى قليل من الرعاية لصقل وتنمية مهاراتهم التي يتمتعون بها. كما تشاهدون يعني ما شاء الله الحمد لله عدد المشاركين حتى الآن 130 لاعب، وسيتم اختيار 100 لاعب بإذن الله، 50 من سن 8 إلى سن 12 سنة، و50 من سن 13 إلى سن 15 سنة. طبعا إن شاء الله التنسيق بيكون عن طريق المدارس وعن طريق أولياء الأمور. أوسان الجائفي ابن 12 ربيعا أحد الأطفال الموهوبين، حيث بدأ مداعبة الكرة وهو في 7 من عمره، اختار نادي وحدة صنعاء لتكون انطلاقته من هذا النادي العريق على بساط العشب الأخضر. مبادئ ممارسة كرة القدم عمري 7 سنة. ما الذي شجعك أنك تمارس كرة القدم؟ حالي يجي الظفيري. يؤدي هؤلاء تمارينهم بكل جدية وبشكل مستمر للوصول إلى الهدف الذي رسموه لأنفسهم والمتمثلة في غياب دور الفئات العمرية وكذلك شحة الدعم المقدم لهم، حتى يتم تغيير الصورة السلبية المرسومة على جبين الرياضة اليمنية، يتطلب من الاتحاد العام لكرة القدم إضافة إلى إدارات الأندية دعم وتأهيل هذه الشريحة والتي يعول عليها في انتشال الكرة اليمنية من الوحل الذي سقطت فيه. ضياء الحسامي لأضواء سهيل.